وإلى شأن آخر، حيث أغلقت السلطات الأمريكية التحقيق في احتمال انتهاك الممثل براد بيت لحقوق طفله، وتوصل التحقيق إلى أنه لم يحدث انتهاك حسب تقارير إعلامية أمريكية. وكانت سلطات الشؤون الاجتماعية في كاليفورنيا تحقق في ادعاءات أن الممثل الشهير قد لطم ابنه مادوكس البالغ من العمر 15 عاما في طائرة خاصة. وكانت زوجته الممثلة أنجلينا جولي قد طلبت الطلاق بعد يوم واحد من الحادث، بعد زواج دام سنتين وعلاقة استمرت أكثر من عقد من الزمان. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد